يلا كلمه نقول لكم شان نقول لكم. ها هو سي سليمان يقول لكم اش كاين. بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة السيد رئيس الهيئة قرر تأخير الملف إلى جلسة 12 ماي المقبل لاستكمال المسارة المتعلقة بتغيير موسيقى الدفاع الطرف المدني. شو السبب؟ السبب هو المسارة لم تنتهي بعده، فهذا إجراء مسطري عادي، ولكن هذه مناسبة لكي نؤكد مرة أخرى في حزب العدالة والتنمية أن هذا الملف الذي يتابع فيه الأخ عبد العالي حميد الدين ملف لا أساس له إطلاقا، لأنه ملف عرف حكما نهائيا وسبقت البت قاعدة قانونية وقواعد دستورية تعلو على غيرها. نعم. والأمن القضائي قاعدة دستورية، في ذلك هذه المحاكمة كلها من أساسها لا أساس لها نهائيا. واليوم العدالة والتنمية متعبئ بهيئاته بمسؤوليه من مع الأخ عبد العالي حميد الدين أن قضيته، لأن قضيته قضية يعني سليمة لا شية فيها. هذه المتابعة ما خصهاش تكون نهائيا، والذي ظهر في الدفاع ديالنا في الشكل أن هذه المتابعة عديمة الأساس نهائيا. وحنا عارفين الدوافع ديالها التي علمها الجميع الخاص والعام. في ذلك اليوم العدالة والتنمية تيقول هذه المحاكمة على أساس لها، وحنا عندنا الثقة مرة أخرى في قضائنا أنه سيقول في هذه المحاكمة القول الذي ينصف الأخ عبد العالي حميد الدين ويحمي بلادنا. اللي دارت واحد الدستور جديد متقدم الذي أرسى قواعد أساسية أن يحمي صورة البلد، ماشي اليوم قضية عبد العالي حميد الدين، قضية بلد. والمغرب اليوم نموذج متميز في دستوره في مؤسساته في استقراره، فحذاري نقول هادشي هذوك اللي عندهم الحسابات الصغيرة، حذاري أن يلعبوا بصورة البلد في ملف الأخ عبد العالي حميد الدين. كنظن أنها حروب حزبية، هذه حسابات صغيرة ديال بعض حسابات، هذه حسابات صغيرة ديال البعض. وشكون مثلا اللي كتظنوا انه وراء هذا الملف؟ راه المعروفين، ممكن معروفين صريح. معروفين معروفين، كلشي عارف هادشي، كلشي عارف هادشي. التفسير واضحات من المفضيحات. كيسلم عليكم، كيتمنى لكم التوفيق والنجاح. الموضوع ماشي هو البراءة، راه قال لكم سي سليمان عدم مشروعية المتابعة من الأساس. ما كنتكلموش على البراءة، صافي. التصريح ديال الأخ نائب الأمين العام واضح ولا أزيد عليه، صافي.